بسم الله الرحمن الرحيم. هذه رسالة بعثتها إلى فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، طمعا في كرمه ونبله وأخلاقه أن يتفضل علي بمقعد كسيناتور في مجلس الأمة من ضمن الثلث الرئاسي، وإنني أطمع في كرم فخامة رئيس الجمهورية أن يجعلني سيناتورا لكي أسنتر في هذه الدولة التي كثر فيها المال وامتلأت فيها الخزينة، لعلي أحظى بمنصب سيناتور. والرسالة كما هي، بسم الله الرحمن الرحيم. رسالة المواطن حفناوي بن عامر الغول إلى فخامة رئيس الجمهورية المحترم السيد عبد العزيز بوتفليقة المدعو عبد القادر المالي. فخامة رئيس المحترم، تحية طيبة مباركة عطرة. وبعد، اسمحوا لي في البداية أن أهنئك ونحن نحتفل بخمسينية استقلال الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنجاح الزيارة التاريخية المباركة التي قام بها لبلادنا الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، وأعبر لكم عن مدى إعجابي لما أبديتموه من امتنان وحسن الاستقبال وترحيب ومن كرم تجاه الرئيس الضيف. وهذا إن يدل على شيء فإنما يدل على أواصر الصداقة وعمق المحبة التي تجمع مسؤولي البلدان، والذي عبرتم عنهما بحسن الضيافة الجزائرية لفرنسا التاريخية. ونقول للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، حللت أهلا ونزلت سهلا يا ضيفنا، لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. وما تجند المواطن والسلطة من أجل إنجاح الزيارة الميمونة إلا دليل على أننا لا نحمل الأحقاد لأحد، وأننا يمكن أن ننسى إساءة من أساء لنا، وأن نمد خدنا الأيسر إلى من ضربنا على خدنا الأيمن ليعيث فيه ضربا وفسادا امتثالا لوصية المسيح سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام. كما أننا نؤكد لدعاة الاعتذار والمطالبين بإبقاء صفحة الأحقاد والضاغين تجاه أمنا الحنون فرنسا ممن أرادوا أن يشوهوا ويشوشوا على الزيارة ويفسدوا بترهاتهم ويحقدهم الدفين ويقطعوا حبال الود والتواصل مع أمنا الحنون ويحرم الجزائر من الاستثمار واستلام مفاتيح رونو مشروع القرن العظيم. ونقول لمثل هؤلاء إن الجماهير الشعبية التي احتشدت في العاصمة وتلمسان قد رمت في وجوهكم أحذية زيدية بعدما تعانق الرئيسان ورفرفت راية البلدان خفاقة في سماء جزائر الأمير عبد القادر وعبد الحميد بن باديس ومالك بن نابي والبشير الإبراهيمي وغيرهم من العباقرة ومن الأبطال أمثال ديدوش مراد والعربي بن مهيدي وزيغوت يوسف ومصطفى بن بولعيد وابو جمعة سويداني وابو بغلة وابو معزة وابو عمامة والحداد وحسيب بن بوعلي وبلوزداد. وإن تقبيل يد فرانسوا هولاند من طرف السيد الساسي بن الساسي ابن مدينة سطيف ضحية مجزرة 8 مايو 45 وأحد رؤساء لجان مساندتكم يا فخامة رئيس، وحتى لو لم يكن ولو لم تكن قبلة عفوية ومعزولة إنما هو فأل خير وبشارة على التغاضي على جرائم فرنسا بالأمس، ولنبين للرئيس هولاند بأننا الشعب الوحيد في العالم الذي يمكن أن يصنع الاستثناء وله قلب كبير يدفن في إحقاد الماضي الأليم عن جرائم اقترفت، يمكن له أن ينسى كما يمكنه التغاضي عن جرائم فرنسا ضد الإنسانية التي ارتكبتها ضد الشعب الجزائري مع طيلة قرن و 32 سنة. ولنبين له ولهم وللجميع بأن الجزائر التي ضحى من أجلها 1.5 مليون شهيد تسند فيها الوظائف، وما زالت حتى اليوم لمن يطلق عليهم حركة وأبناء البيوعية ممن كانوا مع عدو الفرنسي قلبا وقالبا، وإن الجمهورية الجزائرية حتى بعد 50 سنة من الاستقلال أغلب مسؤوليها من وزراء وإطارات سامية مزدوجي الجنسية ممن يحلمون بالضفة الأخرى ويحملون جنسيتها. وإن الشعب الذي خرج عن بكرة أبيه ذات نوفمبر 54 ليس له عقدة مع فرنسا ولا مع ضباط فرنسا الذين استلموا زمام المبادرة وقيادة الثورة منذ مؤتمر الصمام، وخير دليل أن أغلب من حكم الشعب هم متعاطفون مع فرنسا التي خرجت ذليلة. ولا أدل على ذلك أننا منحنا رئاسة أول حكومة جزائرية لفرحات عباس
وحففناها بوزراء من دعاة الإدماج والاندماج لنبين لهم أن الجزائر التي بحثوا عنها في الشجر والحجر والبعر والقمر هم الآن يحكمونها نيابة عن فرنسا. ونؤكد كذلك بأن الشعب المسكين لم يكن يحمل ضغينة لفرنسا ولا لسياستها ولا لأبنائها وجنرالاتها ممن تركتهم وراءها، وإن التعاون بين البلدان والاتفاقيات التي أبرمت مع أمنا فرنسا حتى ولو لم تكن تصب في مصلحة الجزائر إلا أنه في خاطر الأميمة لحين كل شيء يهون. وملف الاعتذار قد طويناه نهائيا ورماه ساساتنا في مزبلة التاريخ، ونقول لهولاند، وربما شاهد ذلك، زر أي ولاية أو مدينة أو قرية جزائرية لترى اللغة الفرنسية تمشي بأرجلها ولترى مدى إتقان العامة للغتكم حتى أحسن منكم أنتم. وإن الإدارة ليس لها عقدة في أن تصدر كل وثائقها باللغة الفرنسية التي هي كنز ونعتبرها غنيمة حرب. واسمح لي فخامة الرئيس أن أهنئك بالجماهير التي كانت تنادي بحياتك وتهتف باسمك في الشوارع، تلك الحشود التي جاءت من كل حدب وصوب لتعبر عن حبها لك وتقديرها لفخامتك عندما يتم دعوتها للخروج عفوائيا تعبيرا عن ارتباطها مع قيادتها، والتي أظهرت من خلالها شعبيتكم الكبيرة وشخصيتكم العظيمة حين يرى المواطن طلعتكم البهية السمحة. وحيثما انبهر الرئيس الضيف فإن الاستقبال رسالة للرئيس هولاند ومن ورائه فرنسا الرسمية والشعبية بأن الشعب مع بوتفليقة ظالما أو مظلوما، وأن حسن الاستقبال والتجنيد الكامل إنما هو مبايعة لكم وبيان للناس كافة بأنك الحاكم الوحيد والأوحد، كما هو تعبير بمدى استمرارية حكمكم والتحضير لعهدى رئاسية رابعة غير منقوصة الصلاحيات، ولما لا عهودات أخرى وأخرى أو حتى مدى الحياة لنرد بها على من ادعى مرضكم وعجزكم وأنتم في كامل اللياقة البدنية والصحة والعافية. ونطلب من الله سبحانه وتعالى أن يمدكم بالصحة والعافية وطول العمر إن شاء الله لتبقى الرئيس الوحيد والأوحد. هذا ندائي لكل الشعب يا فخامة الرئيس أن يكون معكم دائما وأبدا، وأن يخرج يهتف الجيش الشعب معاك يا بوتفليقة. فخامة الرئيس المحترم، إن التحضير لانتخابات مجلس الأمة دعاني لأن أرسل إلى مقامكم الرفيع خطابا أحاول من خلاله أن ألفت نظر معاليكم بأن جيلكم الذي طاب جنانه في حاجة إلى من يدعمه ويسنده من الشباب أمثالنا ليقطف ثمار الجنان الطيب وليتسلم منها المشعل رويدا رويدا بهدوء في إطار ديمقراطي وبكل شفافية، ليصون الثروة والثورة معا. وإن الانتقال الديمقراطي في ظل حكم فخامتك يتطلب التشبيه في المؤسسات خاصة في مجلس الأمة، ولأنني أطمح في منصب سيناتور في ظل عهدتكم الميمونة وحكمكم الراشد، فأنا أطمع في حسن كرمكم وأنت الأب الحنون والراعي الذي يحس برعيته أن يدرج اسمي في الثلث الرئاسي ليستعين به بنوائب الدهر والثلث الخالي. بما يضره علي هذا المنصب الرفيع وبما أحظى من خلاله من امتيازات دنيوية ودينية وسياسية، وأنتم أدرى فخامة الرئيس بأن الطموح حق مشروع لكل مواطن، وأنا جزائري أتمتع بكامل الحقوق المدنية والسياسية وفي كامل قواي العقلية، خاصة ما أبديه من عاطفة جياشة نحوكم باعتباركم صاحب الفضل، ونحو المنصب باعتبار المسؤولية في بلدي أصبحت تشريفا وليست تكليفا، حيث لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأنني رأيت من هم أقل مني مقدرة ومستوى وجرأة وصلوا إلى مناصب رفيعة حساسة لا يستحقونها وهم غير الأهل لها، كما أنهم غير مستعدين لا نفسيا ولا عقليا، ولكن في رحاب الديمقراطية الجزائرية
وبمجرد ترشحهم ضمن القوائم الحزبية وجدوا أنفسهم يقتحمون عالم السياسة والنيابة والبزنس والمال لهذه الأسباب. فخامة رئيس الجمهورية، القاضي الأول في البلاد والحاكم لمؤسسات الدولة وسلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية والأمنية، يا من خضعت له الرقاب ودانت له الرقاب وخضعت له الجماعات والأحزاب وركع لرهبته الخونة والمفسدون من المجرمين ورؤوس الكلاب الذين يشوشون على كل عهداتكم، ارتأيت أن أبعث لكم وأذكركم بأنني أنا المواطن حفناوي بن عامر الغول الغيور على وطنه، ومن شباب الجزائر المحروم الامتيازات، وبالضبط من سكان الجنوب الكبير قلب الثروات وضرع الجزائر ومخزونها الذي لا ينضب، ومن سكانه المسالمين حيث النية والخضوع والشموخ والخنوع لي طموح في منصب سيناتور، وإنك ستنقذني من الضياع وتنتشل من السيان ومن القرقة في أن تتكرموا في أن يكون اسمي من ضمن الثلث الرئاسي في تجديد أعضاء مجلس الأمة. ورغم مساري السياسي والإعلامي والنضال في مجال حقوق الإنسان، إلا أنني أعاني البطالة والتهميش والبؤس والحرمان، وعلى هذا الأساس فإنني أطلب من معاليكم وأنت ولي النعمة والملاذ عند الكربة أن تصدروا قرارا بتعيين عضو في مجلس الأمة لألتحق بركب المحظوظين وأحظى بكرسي نيابي أضمن من خلاله مستقبلي ومستقبل أبنائي. وإن فرجت علي يا فخامة الرئيس بهذا المنصب يا صاحب الفضل والمنة، فقد أفرج بدوري على آخرين من الفقراء والمغبنين وأكفيهم مشقة المسألة والسؤال والطمع في المال العام، ولأن لكل طريقته في حب الوطن، فإننا كلنا في حب الجزائر سواء، ولا أحد يزايد على الآخر في حبها وفي عشقها، والعاقبة للمحظوظين. وشكرا فخامة الرئيس، كل عام وأنتم بخير، وكل يوم وأنت تتذكرني إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.